الأصوات العربية طبعا في حسين الجسمي وفي وفي نانسي عجرم وفي إليسا وفي كتير أو ناس كتير وائل كفوري، في ناس كتير طبعا مهمة. يعني ايه اكتر اغنيه سمعتها السنه دي شدتك او حبيتها قوي وحسيت ان هي حاله زي ما انت ما بتقول حاله مختلفه؟ اكتر اغنيه السنه دي حاله مختلفه، انا بيني وبينك انا مش بسمع عربي قوي عشان كده تلاقيني مش فاكر دلوقتي، بس اكيد في اغاني كتير نجحت يعني.